سيداتي وسادتي، اسعد الله مساءكم واهلا بكم من اذاعة في سيدني، نحييكم ويسعدنا ان نلتقي بكم مرة ثانية لهذا اليوم لنقدم برنامج سهرة الجمعة. برنامج سهرة الجمعة من إذاعة 2AA في سيدني. يحسبون أنني أفتش عن اسمي المخطوط قرب الصورة، وعن ديكور رائع، وعن مديح عابر يخمد نار الشهوة. يعتقدون أنني أمارس التبجيل كي أحظى بعطف النخبة، وكي أصير الشاعر المختال ذات اليمنة واليسرى. أنا ما كتبت الشعر من أجل التشاوف وامتلاك السطوة، أنا ما كتبت الشعر من أجل الخلود الزائف والشهرة، فلقد كتبت ما كتبت وحسبي أني بصمت بصمتين في سجلي أمتي. سيدتي وسادتي، هذه بعض الأبيات الشعرية للأديب والشاعر في بلاد المهجر الأستاذ شرب البعيني. ويسعدنا في سهرة الليلة أن نستضيف الشاعر شرب البعيني. شرب، ممكن أولا نعطي المستمعين لمحة من هو شرب البعيني؟ شرب البعيني مواطن لبناني سافر إلى أستراليا بسبب محاربة الكلمة في لبنان في أوائل السبعينات، مع أنه كانت الكلمة، حرية الكلمة موجودة في لبنان. ليست لكل الناس. لقد تمت محاربة شرب البعيني بعض الشيء من قبل الأجهزة الخاصة، لأنهم لم يريدوا أن ينطلق هذا الشاب بطريقة لا تعجبهم، ولهذا السبب وبعد أمسية شعرية ألقيتها في مدينة طرابلس حاولوا تهديدي وإسكات صوتي. وبالطبع فلقد تركت بلادي، لأنني أعرف أن الكلمة عند الشاعر لا يمكن لأحد أن يسكتها. الحقيقة هذا كلام يثير الدهشة طبعا والاستغراب، مع العلم أن لبنان دائما كان بلد الكلمة الحرة والمركز الذي انطلق منه العديد من الأدباء والشعراء. يعني هل شرب البعيني ظلم كشاعر في بلد كان مشعل للحرية آنذاك؟ سبب الظلم أنه الإنسان ما بيقدر يقرب على الزعامات، الزعامات اللي هي عم تقضي على طموح الشعب. شرب البعيني لما صدر كتابه الثاني كصائد مبعثرة كان الوحيد من بين الأدباء الشباب يلي حاول انه يبين الحرب اللي لح تصير من بعد 6 سنوات واللي صارت هلأ. بالطبع بهداك الكتاب حاولت نبه المسؤولين انه الحرب جاي، والظاهر ما عجبتن هالكلمة، لانه شرب البعيني كتب بقصائد مبعثرة بيقول: وكالمطر يتساقط الخطر في بلاد ضائعة عارية وجائعة، وكل من فيها كفر أو هجر. وهذا بالطبع ما معقول ينقال، لأنه عم بيبين أنه هالبلاد بدها تخرب. بيرجع بيقول: الخراب يزحف نحو المدينة،
الخراب يزحف نحو المدينة. زحف الخراب عن المدينة. لبنان كله خربان، مش المدينة. المدينة هي كنية عن وطن، عن وطن ساكنه إنسان وهالإنسان عم بيتبهدل من دون إرادة منه. لهالسبب قلت الخراب يزحف نحو المدينة، يخترق جدار الصمت والسكينة، والطيور الشاردة في الليالي الباردة ترتل التراتيل الحزينة. نحن الطيور الشاردة، لقد شردنا في كل أصقاع الدنيا يا أخ نبيل. طبعا كلنا في الهوى سوا. طبعا أستاذ شرب البعيني، هجرت إلى أستراليا لظروف ما. حينما وصلت كيف كانت البداية في هذه البلاد؟ شرب البعيني إنسان ما مارس مهنة إلا التعليم بلبنان والصحافي. كتبت عدة سنوات بمجلة الدبور، ونشرت لي كبريات الصحف مثل النهار والأنوار بلبنان عدة قصائد وعدة مقالات. لمن جيت على أستراليا اصطدمت بواقع أنه المثقف والمتعلم لازم أنه يعمل بالفبارك. وبالطبع ما ردت أن يكون عالي على أحد، بلشت اشتغل بالفبارك وبإيمان من أني يوما من الأيام بدي أتخلص من هالواقع. ومثل ما مرقت السنين تخلصنا من هالواقع، وبالرجعة أتعلم بمدرسة سيدة لبنان، وبعاون الرهبات على إدارة المدرسة الأختين كونستانس الباشا ومادلين أبو رجيلي يلي عم بيعطوا الجالي بصدق، وأوجدوا أكبر صرح تعليمي للجالي العربية بأستراليا. شو بتعلم؟ بتعلم اللغة العربية يعني؟ بعلم اللغة العربية، بعمل أعداد الكتب المدرسية، وبعد وقت تتعلم بغير مدارس اشياء كتير يعني بالحق التعليمي والتربية. كمان بشرف على تربية اطفالنا الصغار، منوجههم التوجيه الصحيح، لانه هوني الحرية اعمت بعض الناس لدرجة انه بعض الاهل صاروا يحبوا اولادهم بشكل انه المحبة بيعتقدوه انها تربية، والمحبة مش تربية. التربية لازم تنبع من العقل مش من القلب. لهالسبب بقول برباعيات بتحب ابنك حقك تحبه، ودم قلبك تسكبه بقلبه، بس خلي العقل قبل الحب يزرع بذور التربية بدربه. من العقل لازم نربي ولادنا. أستاذ شربل، طبعا لكل شاعر لونه الخاص وللشعر ألوان عديدة، فأي من ألوان الشعر يعرف به أكثر ويرتاح إليه الشاعر شرب البعيني؟ كتبت يعني ما في موضوع بالشعر، إن كان بالشعر العامي أم بالشعر الفصيح، إلا وجربت أني أطرق أبوابه مثل ما بيقولوا. كتبت بكل شيء، عن كل شيء وكل شيء حسيته، لأنه الشعر بيجي للشاعر، ما بيجرب الشاعر انه يكتب شعر. مرة قريت للدكتور طه حسين انه الشاعر بيجيب الكلمات وبيقعد يألف القصيدة، وانا كشاعر بقول لا، القصيدة بتجي للشاعر، ولما بتخلص بيقف الشاعر مبغوط قدامه وبيقول كيف اجيت. وانا صارت لعدة مرات ما كنت اعرف كيف اجتني هالاشعار، وصرت غريب عنها على اساس انها اجيت وما كنت أعرف ليش تأجيت، ما كنت بالنفسية اللي أنا كتبت هالقصايد هيدي. طيب وما هي أحب المواضيع التي عالجتها من خلال قصائدك أو أشعارك؟ أحلى الأشعار اللي بحبها لما بحكي عن لسان الغربة الطويلة، يعني تركت الغربة اللي نحن فيها أستاذ نبيل، اللي أنت فيها وأنا فيها وكل اللي عم بيسمعونا، تركت تحكي هي، تقول شو قالوا لها المغتربين المرقوا قدامنا، هاللي ماتوا، هاللي عم بيموتوا، نحنا عم نمشي مسيرة الغربة، شو قالت الغربة عن لسانهم؟ ها أحلى قصيدة لأني بلاقيها صادقة. طيب ممكن نسمع بعض مقاطع هذه القصيدة؟ بتقول الغربة الطويلة: كتبوني عشفاف أولاد، قصيدة البلاد المزروعة بالنار بالحزن وبالدمار، وعفرشة النهاية قالولي يا غربة الأيام الطويلة، احكي لهم عاللي صار مع دمعات العينين الخجولة اللي تجمدت عخدود الطفولة وما غسلت آثار بعاد. وقالولي
تعبنا تعب والعمر ابتلى، ومن عرى صلواتنا شرب كتاب الصلاة، وبيوتنا اللي فيها تربينا وعمرنا مداميكا بإيدينا وغزلنا ساحاتا بإجرينا نكرتنا والأم اللي بكيت علينا وخبينا صورها بعينينا قبل الشمس ما تغيب ودينا لم كتيب لا فتحة لا قرية وبالموقد القدام بابا حرقة مأكد عطول غيابنا نسيتنا وماتت بقلب الطاهر محبتنا. يا غربة الأيام الطويلة يا غربة الشقة والضنا قبل ما تحكيلن احكيلي شو اللي متخبالي أنا، والله بيعلم يا أخ نبيل شو اللي متخبالي بهالغربة. الحقيقة ما في حدا بيعرف شو مخباله. أستاذ شرب البعيني كشاعر لبناني هاجر إلى هذه البلاد منذ فترة، ما هو تأثير الأحداث في لبنان عليك شخصيا؟ التأثير إن بعد أوقات بتجبرك تنام عم تبكي، لأنه الشاعر دايما عنده إحساس خارق، لأنه بيحس وبينفعل مع أحداث وطنه. لهالسبب هذا من أول حدث، وخصوصا لما بتنقت الأطفال وبيقرأ عن قتل الأطفال بيجرب أنه يتفجر. ولهالسبب كتبت قصيدة اسمها الصوت العالي، إذا بتحب تسمعها. ليش لا، تفضل. عالي صوتي عالي يا وطني الجريح، عم يهدر بالليالي اللي مجرحات جريح، ويخرطش اسمك صورة عايدين المعمورة ويلون فيك الريح. عم جرب حوش نجمي يا وطني لبنان، تب نور شق العتمي المزروعة وين مكان، وخلي الناس تشوف اللي مخبع المكشوف وعي فيك الانسان. سنينك اللي عشتها ما بعتبرها سنين، شفتها انا شفتها عم تحني لك جبين وتقلك انت الباقي بالصخر وبالسوائي وبقلوب المنسيين. انت الحلم الاكبر والغل المش محصودي، يا نبعل عم تتفجر من عيني عخدودي. لو ينطفي الزمان وما يرجع اللي كان، رح ابقى الصوت العالي ومجال الكون مجالي وحدودك حدودي. استاذ شرب البعيني، من المعروف بان الشاعر حساس اكثر من غيره، كشاعر عاش سنين عديدة بعيدا عن بلاده، ما هو أكثر شيء أثر على حياتك في الغربة؟ أكثر شيء تأثرت بالغربة إنه الخي مش الخيو، مهما حاولنا نراوغ بعضنا بلاقي إنه العائلة متفك بهالبلد، ما في ترابط عائلي. يعني الإنسان بيبتعد بس يوصل للغربة عن أصالته الشرقية، ما بيجرب يندمج بمجتمعه مع أهليته، بتلاقيه بيحط حاله بيحط راسه بالرمل وبيجرب يبني حاله بطريقة انه ما حدا يعرف عنه شيء، وما يجرب يختلط مع العيلة اللي هو انبثق منه. هالشي هذا شعرته بالغربة وأثر فيه كتير، وجربت اني امحي من قلوب هالأطفال اللي عم بعلمه، جربت حط لهم بقلبهم انه نحن المجتمع الشرقي مميز عن غيره من مجتمعات العالم بان وحده متكاتله، العائله بتحترم الختيار قبل ما تحترم الصغير فيها، وهذا الشيء اللي بلاقيه انه بالغربي المادي عميت ابصار الناس. وبالطبع كشاعر بيبتعد اذا كان شاعر حقيقي عن المادي وبدل مندمج بمجتمعه الشرقي. بما انه بنتحدث عن الغربة وصعوبات الغربة، واحنا بنعلم بانك كشاعر في المهجر لك العديد من الاشعار والقصائد عن الغربة، ممكن نعطي المستمعين او نسمع المستمعين بعض الابيات الشعرية عن الغربة؟ غربتي صارت كطعم الموت صعبة، اوجعتها زفرة الريح وأنات الينابيع وآهات الحصى والرمل والتربة،
ودموع ذلك الطفل الذي أضاع بالزحمة ربه، فاستغاث كالشعاع التائه المطرود من شمس المحبة. أين أهل الخير يا أماه؟ قولي أين جيران الأحبة؟ أين يسوع الصغير فإنني قد ذقت صلبة؟ أين الرسول محمد؟ أين الحسين والحسن؟ أين الصحابة؟ قد هجرت الدار مثلك يا رسولي، ولم أجد تلك المدينة، غيروها، غيروا الأسماء في أرض الحزينة، فأزيلت يثرب لتحل في الأرجاء غربة، كل المدائن في بلادي توحدت بحروف غربة وأنين غربة. وأنين غربة. أستاذ شربل بعيني، كيف بالإمكان وصف الأدب المهجري في الغربة؟ يعني كيف بالإمكان وصف الأدب المهجري في هذه البلاد؟ وجود مثقفين واعين بهالبلد هي بخلي القارئ العادي يحترم الأدب المهجري، لأنه نحن عم نعطي مشان التاريخ، مش مشان مرحلة قريبة، نحن عم نعطي للمدى البعيد. وجود الروابط الأدبية اللي عم تهتم بالأدب كرابطة إحياء التراث العربي، ووجود دار عم تنشر نتاج شعراء المهجر وتساعدهم بغربتهم على إبراز أدبنا المهجري، وبوجود صحافة مهجرية بتهتم بكل إصدار بينزل بالطبع، الأدب المهجري ماشي بالطريق الصحيح وما في خوف عليه أبدا. برأيك ما هي الصعوبات التي تواجه الكاتب أو الشاعر في هذه البلاد؟ نشر كتبه. كيف بده ينشر كتبه؟ هالصعوبات هيدي كانت موجودة وقت اللي نشرت كتابي الأول بإستراليا، الأول بإستراليا مش بلبنان بالطبع، لأنه أصدرت كتابي بلبنان. مجانين. لمن أصدرت مجانين كان هناك صعوبة لدرجة بدك توقف الإصدار، لأنه الكلفة قوية وعم تتعامل مع ناس ما بيفهموا الحرف، ما بيفهموا بطباعة الحرف العربي، وما في حرف عربي كنا ندق على الدكتيلو وهات يظهر بالطباعة هات ما يظهر. لسبب طلع مجانين رديء شوي طباعته، مع انه احدث دجة اعلامية بلبنان وباستراليا وبكل اللي طلعوا له. يعني ما هي المواضيع التي تناولها كتاب المجانين هذا الذي تقول بانه اثار ضجة؟ مجانين حاولت فيه حارب الطائفية، لانه صدر باوائل الحرب اللبنانية، وصار الضجة على انه الحرب بلبنان حرب طائفية، وبعدني لحد هلأ بعد 11 سنة بقول الحرب بلبنان مش حرب طائفية، ولا ممكن انها تكون حرب طائفية، لانه الحرب الطائفية ما بتدل موحدة جالية عربية او لبنانية باستراليا بالشكل اللي نحن موحدين هون. بقول بمجانين، بأمن بالله وعيب أكد هالإيمان، وبأمن بعيسى وبالرسول كمان، بأمن بإنجيلي وبالقرآن، بأمن بوحدة شعب عاش بردا وبحب على أرض لبنان. وهذا جربت أنه يكون إيمان كل مواطن صالح بالغربي، على أساس أنه ما في مشكلة طائفية عنا يعني بلبنان، مهما سمعنا أخبار ومهما، لأنه نحن صرنا شعب واعي، شعب ابتعد بعلومه وبثقافاته عن المستوى الطائفي اللي بيحكوا عنه. طبعا نحن نعلم بأن للشاعر شرب البعيني قصائد عديدة. على فكرة، ما هو عدد الكتب للشاعر شرب البعيني؟ الكتب اللي أصدرتها بإستراليا عديدة، منها كتب مدرسية لمدرسة سيدة لبنان اللي ذكرتها. رجعت أصدرت أول كتاب اللي هو مجانين، يعني مجانين على اسم اللي عملوا الحرب اللي عم بيقتلوا الأبطال، إلى سنة 76. أصدرت إلهي جديد عليكم كمان سنة 1982 باللغة الفصحى، شعر فصيح. مشي معي سنة 82، رباعيات سنة 1983، قصائد ريفية سنة 1983، من كل زقن شعرة، وهو كناية عن مقالات كانت نشرتها مجلة الدبور
المعروف في لبنان، أصدرته سنة 84، من خزانة شرب البعيني سنة 85، وأخيرا الغرب الطويلي يلي هو كان محور لقائنا سنة 85. طبعا كل فنان بيعتز بتحفة فنية، مثلا المطرب بيعتز في أغنية خاصة، والشاعر بيعتز بقصيدة خاصة، فبما شربل بعيني بيعتز؟ كل أشعاري بيعتز فيها، لأنه الشعر عند الشاعر مثل أولاده، بيحبن كلهم، ولو كان الواحد كسيح من أولاده بدل يحبه يعطف عليه. طيب القصيدة اللي أمامك هلأ شو هي هاي؟ قصيدة كيف أينعت السنابل. كيف أينعت السنابل؟ شو بتعني هاي القصيدة؟ شو اللي يعني حالك إنو... بكتابة هاي القصيدة؟ انه القصيدة لها نهج سياسي معين، يعني ما بحب اني اشرحه. بس كيف أينعت السنابل هي كناية عن قصة بنت اسمها تمينة شردوها من بيتها، ولمن جربت ترجع له وقفوا حاجز بينه وبين بيته، وصارت تصرخ انه انا بدي بيتي. استاذ شربل، ممكن نسمع بعض المقاطع من هذه القصيدة؟ لا تسلني يا حبيبي كيف اينعت السنابل، رغم رحيل الشمس عن ارضي وانات البلابل، رغم الحرائق والتشرد، رغم صيحات الارامل، فبلادي يا حبيبي لم تعد رف حمام ينقر الضوء تباعا، كي يصير الضوء سائل يسكي الحقول والتلال الخضرة يجري في شرايين الجداول، فبلادي أسرتها زمرة لا فرق عندها بين مقتول وقاتل، سرقتها، سرقت خاتم إصبعها وصبته سلاسل، ودعت أطفالها السمرة إلى التحقيق في كل الوسائل، عذبتهم، علقتهم فوق أعواد المشانك خوفها أن تستحيل الأيدي أقلا من وبارودا كنابل، خوفها أن الرضيع في بلادي يعرف كيف يقاتل. أوقفوني ذات يوم عند أبواب المدينة، سألوني ما اسمك، قلت تمينة، فأداروا وجههم عني وقالوا عودي من حيث أتيت، فصرخت ملء صوتي اتركوني اتركوني، فهناك خلف أسوار الضغينة والحكايات اللعينة لي بيت، فدعوني إن من حقي أن أسكن بيتي. كم أنا مشتاقة للزهر ينمو في الحديقة، للكرم للعنقود فوق الدالية، لدجاجات وقن وإناء الزيت قرب الخابية، لجرار النحل فوق المزهريات العتيقة. كم أنا مشتاقة بعد الفرار والرحيل لشفاه من بلادي تخبر الأجيال ما معنى الحقيقة، صرحنا انهار وحوت الكذب فينا ما زال يبتلع الحقيقة. أرضعوني كلهم ثم الكلام، أرضعوني الكذب أعواما تجر خلفها أعوام، فعضضت حلمة الثدي الذي وسخه الجنس بليلات الغرام، صرخوا خلت الصراخ بدد عهد الظلام، واشرأبوا دون وعي يزهكون الروح فيا بالحلال وبالحرام، أمسكوني ضربوني فككوا كل العظام، ورموني يا حبيبي بين أحضان الفطام، ثم قالوا والكلام عندنا من طينة الحكام، ابنة كسلى جريئة سودت وجه اليتامى، قد حسبناها بريئة فوهبناها السلامة، هذه البنت الدنيئة أكلت ثدي الزعامة. سيدة
سادتي، ما زلنا نواصل تقديم برنامج سهرة الجمعة من إذاعة توي في سيدني، وضيفنا لهذه الليلة الأستاذ شرب البعيني. أستاذ شرب البعيني، أخيرا ما هي أمنية شرب البعيني؟ أمنية شرب البعيني أنه يتحقق السلام بلبنان وتتحقق وحدة الجالي، لأنه بيكفينا تشرزم، وهالتشرزم هذا ما بيؤدي إلا لنتيجة عكسية على أوضاع أطفالنا بالمهجر، لأنه أطفالنا ضايعين بالحرية اللي منعطات لهم. ولهالسبب هذا أنا بتمنى أنه الوئام يعود للبنان ولكل دول بالطبيعة يلي بتشكو من ويلات الحرب، اللي بتشكي من ويلات الحرب، وبتمنى أنه تتوحد الجالي ونؤمن كلنا بحرية الكلمة. أستاذ شرب البعيني، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وبنتمنى لك دوام النجاح. شكرا أستاذ نبيل. كنا سيداتي وسادتي في لقاء مع الشاعر والأديب الأستاذ شرب البعيني.